في حلقة جديدة من برنامج عشرة السيارات. النهاردة بإذن الله الحلقة بتاعتنا هتكون تقييم عن عربية لشركة من الشركات المهمة أوي في السوق المصري. الشركة دي هتكون ماتسوبيشي، والعربية هتكون أيقونة ماتسوبيشي، وتعتبر أكتر عربية في السوق المصري مبيعا في الفترة اللي فاتت. العربية هتكون إن شاء الله لانسر اي اكس، أو الجيل الجديد من اللانسر، لانسر الشرق زي ما احنا بنسميها القرش. العربية زي ما احنا شايفين شكل هجومي فظيع، العربية بتيجي بأبعاد طول 4 متر 57 سنتي، عرض 1.76 متر، ارتفاع 1.49 متر. طبعا هي أبعاد مثالية بالنسبة للعربية سيدان. قاعدة عجلات 2.63 متر، وده طبعا بيدي رحابة كبيرة قوي في الصالون، وطبعا دي ميزة في العربية دي، صالونها فعلا واسع. الوزن الإجمالي للعربية 1250 كيلو، خزان الوقود بتاعها 60 لتر. طبعا الأبعاد والوزن والشكل إجمالا أبعاد مثالية، وزن معقول كويس، لا مش تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، والشكل زي ما احنا شايفين هجومي ورياضي قوي. الشبكة كبيرة قوي، فتحات الاكسدام الكبيرة للتهوية، الفوانيس اللي جاية بشكل حاد قوي، جاية مسحوبة، جاية مع الرفارف. العربية ما شاء الله شكلها هجومي بامتياز، او شكلها رياضي بامتياز. ده طبعا بالنسبة للشكل الخارجي. من نفس العشرة العربية، العربية دي بتيجي من امام نظام ماكفرسون مستقل. المميز في العربية دي عن الموديلات التانية اللي في المستوى بتاعها، ان هي من ورا مالتي لينك، يعني العفشة اللي ورا مستقلة. بس الغريب فيها ان هي جاية من ورا الفرامل بتاعتها، من ورا طنابير طوبل رمز، مش جاية سكاكين زي قدام، ودي حاجة غريبة يعني. طبعا جنوط سبور ألمنيوم 16 265 16. طبعا زي ما احنا شايفين الكاوتش عالي، فالمفروض ان هو يكون عاطي راحه للعربيه، يعني يكون المفروض المطبات بتاعتها طريه، الا ان انا لما جربتها لقيتها ناشفه سنه. الا ان طبعا الميزه فيها هنا ان الخلوص الارضي بتاعها كبير، فطبعا ده مميز ومناسب للطرق المصريه، عشان الطرق بتاعتنا زي ما احنا عارفين والمطبات بتاعتنا. اهم جزء في العربيه اللي هو الموتور. العربية المسويشي شارك جاية بموتور 1600 سي سي، 16 صباب، 2 كاما، مايفيك. طبعا يعني ايه مايفيك؟ مايفيك دي نفس التكنولوجيا السي في في تي في تويوتا، اللي هي الصبابات، فتح وقفل الصبابات بتاعها توقيت متغير راجع لتحكم الكمبيوتر. تمام، المايفيك ده الاسم بتاع الخاص بمتسوبيشي، ولكن المفروض ان الموتور ده من نقاط القوة بتاعت العربية دي. موتور موفر للبنزين، بسيط زي ما احنا شايفين، مكوناته بسيطة، الموتور شكله صغير، بيطلع 117 حصان، وعزم 154 نيوتن. المفروض كل ده مع الأبعاد مع الشكل مع الوزن، المفروض ان كل ده يديني أداء جامد، بس أنا مش شايف إن الأداء رياضي، يعني مش عارف. من 0 ل 100 في 13 ثانية ونص، يعني زي الكروز، زي الكورولا، مش الأداء الرياضي. صوت الموتور أعلى من أدائه. فتيس اوتوماتيك، ولكن 4 غيارات، هو بسيط، صيانته هتبقى سهلة، الزيت بتاعه متواجد، يعتبر SP3، فطبعا سهل، حاجاته موجودة، العربية هتبقى صيانتها سهلة زي المعتاد من اللانسر، اللي هي التركيبة المصرية زي خليفتها اللانسر البوم. يعني احنا بنتكلم دلوقتي في عربية عملية اكتر منها عربية رياضية او عربية بتاعت اداء. احنا من دلوقتي بنتكلم عن عربية عملية، عربية لكل الناس. طبعا الصالون زي ما احنا شايفين واسع جدا ورا قدام، وده طبعا راجع لقاعدة العجلات الكبيرة 2.63 متر، ده قاعدة عجلات كبيرة. طابلو بسيط، في تحكم طارة، 2 ايرباج، عجلات رياضية، وطبعا نظام صوتي مكون من 4 سماعات، أداؤه معقول،
طبعا المساحه اللي ورا زي ما احنا شايفين واسعه جدا برغم ان الكراسي قدام مستريحه، وده طبعا راجع لقاعده العجلات زي ما قلنا الكبيره. طبعا زي ما احنا شايفين العدادات هنا عدادات بإضاءة رياضية بيضاء، المؤشرات حمراء، شكلها جميل. تمام، العيب اللي انا شايفه بقى القاتل زي ما احنا سامعين كده، طب لو كله من البلاستيك، بلاستيك الكثير والكثير من البلاستيك، طبعا حاجة ما تناسبش عربية في الكاتيجوري ده ولا الاسم ده. يعني اقدر اقول لكم كمان اللانسر البوما الشكل اللي قبل كده كانت خامته افضل من ده، يعني كخامات شوف سامع بلاستيك بلاستيك بلاستيك. انت ما طبعا ده ما يديش اي احق بالفخامة. العيب التاني القاتل اللي انا شفته في العربية دي، المفروض العربية بالحجم دي تبقى شنطتها كبيرة، إلا إن هنا أنت شايف شنطة أولا صغيرة قوي، السبويلر طبعا متقلها، الفتحة بتاعتها ضيقة أصلا وهي كلها صغيرة، يعني ما تحتملش يعني بتهيألي شنطتين سفر آخرها ويمكن ما تاخدهمش كمان، طبعا ده عيب قاتل فيها. ده التقييم الخارجي للعربية. بإذن الله بعد الفاصل هنطلع نجرب العربية علشان نقدر نديها تقييم إجمالي بإذن الله في الجزء الأخير من الحلقة، نديها تقييم كامل للعربية كحالة، لأن زي ما احنا عارفين إن الأرقام مش كل حاجة، المهم الأداء بتاعها. أشوفكم بإذن الله بعد الفاصل. بسم الله، هنطلع نجرب دلوقتي العربية مع بعض. دور الموتور، صوت الموتور انا سامعه عالي. تمام، انا اتعمدت ان انا مش على طريق مكسر اول عشان اسمعكم صوت العزل بتاعنا. تمام، العفشه ناشفه شويه، انت ماشي حاسس بالمطبات، حاسس بالتكسير اللي في الارض. سامعين الطريق، سامعين الصالون، الصالون ده بقى اللي انا بتكلم فيه اللي هو المواد البلاستيكيه الكتير اللي فيه دي، فمسمعه في العربيه دلوقتي بتمشي مكسر سامع صوت العربيه. تمام، زي ما احنا شايفين التابلو يعتبر بسيط قوي، كاسيت في المنتصف في الحته التهويه بتاع التكييف. تمام، طبعا زي ما قلنا الميزه ان مفيش اي مطب هيزعلك ان شاء الله لان هي بطنها عليها. تمام، طيب هنجرب التسرع بتاع العربيه. تجميع العربيه بطيئه، فرامل جيده. احنا سامعين صوت الموتور عالي قوي عندي، صوت العجل باين، طبعا كل ده زي ما احنا شايفين مطب، مفيش مطب هيزعل. هنجرب نظام الاي بي اس، فراملها جيده. على سعادة السرعات العالية وعلى المناورة، أنا طبعا جربتها، مش هينفع نجربها دلوقتي في الفيديو، أنا جربتها العربية ثباتها معقول، ولكن برضو مش الثبات الخرافي، مش الثبات المتناسب مع شكلها الرياضي. تمام، طبعا التقييم بتاعنا النهائي بإذن الله للعربية هيكون بعد الفصل.
بإذن الله عشان نخلص حلقتنا هنتكلم مميزات وعيوب العربية دي إن شاء الله، اللي هي اللانسر الشرق 2016. العربية أنا شايف إن مميزاتها طبعا الشكل الجميل جدا خارجيا، الصالون الواسع داخليا، العربية إلى حد ما جيدة ومريحة، طبعا موتور فعال كويس، استهلاكه البنزين معقول، صيانته سهلة، غرفة واسعة، كل دي مميزات. عفشة مالتي لينك المفروض إنها تبقى عفشة كويسة، ماكفيرسون أمامي، اي بي اس 2 ايرباج، كل دي مميزات. طيب ايه تاني مميزة فيها؟ انا شايف ان الميزة فيها سعرها، ان انت تركب عربية ياباني في رينج سعر 165 ل 185 في الوقت اللي احنا فيه ده سعر معقول جيد، مقارنة ببنت عمها تويوتا كرولا اللي احنا بنتكلم في عربية بتتكلم تقريبا في 240 الف جنيه النهاردة، وطبعا مقارنة بالعربيات الكوري اللي طبعا شطحت قوي في سعرها. فاحنا العربية معقولة جيدة، شكل حلو مريحة. عيوبها انا شايف اولا ثباتها معقول، مش الثبات القوي، مش الثبات بتاع الشكل ده. طبعا اتشال منها نظام الثبات الالكتروني الكامل اللي بيبقى نازل في بره، ده مش موجود عندنا، طبعا ده كان هيفرق معاها كتير جدا يعني. خلاص ده اول عيب. تاني عيب واهم عيب في العربية دي تقريبا العزل بتاعها مش حلو. العزل بتاعها تبقى قاعد جوه ان انا ابقى سامع الطريق بالوضع ده في عربيه زي دي، لا مش حاجه، مش ميزه يعني. خلاص طبعا نسيت حاجه مهمه جدا في مميزاتها، الارتفاع، خلوص الارض بتاعها عالي، طبعا ده شيء جميل قوي بالنسبه لنا يعني وبالنسبه للطرق المصريه. اداء العربيه مش مناسب او مش متماشي او مش متوافق مع شكلها. العربيه شكل رياضي جامد، وفي النهايه لما بتركب وبتيجي تجري لا مش الاداء المرضي. عربيه عائليه، عربيه سيدان كويسه، انما مش رياضيه. دي المميزات والعيوب من وجهه نظري. العربيه انا شايف من وجهه نظري كقيمه مقابل سعر هي كويسه، مش عايز اديها تقييم، مش عايز اقول انها مثلا هديها بنسبه 80% لان المواد بتاعه التجميع بتاعها وصالون وابواب ومش راضياني، ولكن برضه هنرجع ونقول كقيمه مقابل سعر معقول. عربية كويسة ان انت راكب عربية ياباني بالسعر ده. اتمنى ان تكون الحلقة عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقة الجاية، وفي انتظار تعليقاتكم تحت الفيديو. لو في عندك اي استفسار انا معاك، عندك اي تعليق انا معاك، واقترحوا على باذن الله العربية الجاية اللي نعمل لها تقييم ان شاء الله. ارجو ان يكون التقييم عجبكم، واشوفكم على خير. باي.